ولهذا قال استدل بآية الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام ابن كثير عند تفسيرها أي ليوحدون، ليوحدون وحده ولا تعبد غيره. لماذا يا إخوة؟ لأن العبادة، العبادة تذلل، تذلل، والله قد أعزك كمؤمن، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف تضع نفسك مكان الذلة بعد أن رفعك الله إلى مقام العزة وكأنك ترفض منحة الله لك ألا وهي العزة؟ أعزك بالتوحيد فأبيت إلا أن تذل نفسك بالشرك. فلذلك هذا أمر ينبغي للعاقل أن ينأى بنفسه عنه. ثم قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما معنى التوحيد؟ يعني في كل جوانب العبادة، في كل جوانب العبادة، لا أن تكون موحدا في الصلاة مشركا في الدعاء، فإن هذا يبطل عليك العمل يا إخوة. مجرد طلب ثناء الناس على العبادة يحبط العمل، فكيف بصرف العبادة لغير الله؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة كلهم في ظاهرهم من أهل الصلاح، مجاهد ومنفق وقارئ، لكنهم ما أرادوا بها وجه الله، وإنما أرادوا ثناء الناس وحظ الدنيا، وهم لم يصرفوها لصنم ولا لولي ولا لنبي ولا لأحد، لكن أرادوا من الناس أن يثنوا عليهم بها، فأحبط الله أعمالهم وكانوا أول الملقين في النار. فكيف بمن يصرف لغير الله شيء من العبادة؟ ولهذا قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، اسمع، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن إنسانا فقد الطهارة في تشهده الأخير من صلاة الرباعية بماذا نحكم عليه؟ يتوضأ ويكمل من التشهد الأخير؟ أبدا، كلما تقدم فسد، كلما تقدم فسد، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد. فكيف بالذي يأتي بالتوحيد في عبادة واحدة أو في عبادات ثم يأتي في عبادة ويأتي بنقيض التوحيد؟ فإن هذا قد أحبط ما كان قد قدم من عمل صالح. ثم قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، أحبط العمل أفسدها، انظر التفريق الآن، قال أفسدها تلك العبادة بعينها فسدت، وأحبط العمل أي كل العمل المتقدم ولو بني على الإخلاص، ولو بني على الإخلاص كله يحبط ولا يكون له وزنا. لماذا؟ لأنك أغضبت الله غضبا عظيما بهذا الشرك.